تصريحات وصفها البعض بالجريئة نوعا ما للمرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة. بداية، إلى أي مدى تتفق مع ذلك وما الذي يمكن أن نقرأه من خلال تصريحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والجميع مشاهدي قناة الفلوجة، وشاكر لهذا الاستضافة. هذا الأمر اعتادناه كثيرا عندما يتم ترشيح منصب سفير أو سفيرة في بغداد. نجد بأن لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس ومجلس الشيوخ أن يكون هنالك استضافة وعرض البرنامج الذي يمكن من خلاله أن يسير السفير أو السفيرة التي مرشحة التي تم ترشيحها من قبل رئيس الولايات المتحدة اليوم على سبيل المثال بايدن. آن جوكسون تحدثت بشكل واضح عن استراتيجيتها وبحث مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، لذلك دائما نتحدث عن الجانب اللي يمكن من خلاله أن تحظى بموافقة الكونغرس على التعيين بقدر ما نتحدث عن السياسات المرسومة من قبل الولايات المتحدة في تعاطيها وتعاملها مع العراق. هنا نتحدث عن أن الولايات المتحدة هي دولة مؤسسات، وبالتأكيد ما أنجزته السيدة رومانسكي والسفيرة الولايات المتحدة في العراق هو يدخل في إطار الترتيبات الأمنية الجديدة، في إطار الاتفاقية الثنائية التي من المرجح أن يتم الاتفاق عليها في آخر زيارة للسيد السوداني إلى واشنطن، وأيضا في إطار الترتيبات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. ليس من المنطق أن نتحدث أن كل ما تشير إليه المرشح اليوم يدخل في إطار صوب دبلوماسية التي يمكن من خلالها نتحدث عن نفوذ الولايات المتحدة أو سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية أو إرغام الولايات المتحدة الأمريكية للعراق أو يعني تحريك بعض الملفات التي يمكن من خلالها أن تستغلها وتستثمرها الولايات المتحدة. لذلك نتوقع هذا الأمر يدخل في إطار الجانب قد يكون البرامجي أو قد يدخل في إطار الجانب الذي يمكن من خلالها أن يحظى بموافقة الكونغرس الأمريكي لترشيح السيد بايدن بالنسبة لها كسفيرة في بغداد بهذا الخصوص. لكن إلى أي مدى أيضا سيد خالد يشي باستمرار العراق بكونه أرض اشتباكات وتصفية حسابات بين طهران وواشنطن، سيما أنها ركزت معظم حديثها عن الجانب الإيراني ومحاولاتها مستقبلا للتصدي له من خلال أرض العراق بالآخر؟ طالما أن الصراع اليوم الأمريكي الإيراني هو ليس يقف في إطار ملف هو النووي، وإنما يتحدث عن ملفات المنطقة وما يحدث في غزة وانتشار الصراع في منطقة البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج، هذا ينذر بشكل كبير جدا يهدد مصالح أمريكا وحلفائها. وبالتأكيد هنا نتحدث بأن الصراع أخذ يأخذ مدايات واسعة، والدليل على ذلك تقرير الإدانة الذي صدر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أيضا أشار بشكل حقيقي بأن إيران تسعى لامتلاك القنبلة النووية. طالما أن هذا الصراع ما زال حاضرا في إطار العلاقات الأمريكية الإيرانية، فبالتأكيد قد يتضرر العراق كثيرا. لذلك العراق دائما يسعى للتهدئة ما بين أمريكا وإيران، لا يريد أن يدخل في إطار حلبة الصراع التي هي متجذرة وأخذت أبعاد كثيرة، لا سيما بعد 2003، ولا سيما أيضا بعد خروج أمريكا من الاتفاق 5+1 الذي وقع في تموز من 2015. كل المعطيات اللي يعني يمكن من خلالها أن نذكرها بأن السيد السوداني لا يريد أن يصبح العراق منطقة لهذا الصراع أو تصفية للحسابات، وبالتأكيد هنا نتحدث عن خسارة العراق لجانب الاستثمار والاقتصاد وأيضا لمشروعه الاستراتيجي اللي هو طريق التنمية. وهذا الأمر أعطي برسائل واضحة إلى إيران وأعطي بآخر زيارة للسيد السوداني للولايات المتحدة الأمريكية، لا نريد أن يكون الصراع الأمريكي الإيراني على الداخل العراقي أو يعقد كثيرا من بعض الملفات التي تربط العراق مع إيران أو مع العراق مع أمريكا، بقدر ما يريد أن يكون هنالك نوع من التهدئة التي يمكن من خلالها أن تصل إلى التفاهمات في إطار المستقبل المنظور في إطار هذا فيما يتعلق خصوصا في إطار الملف النووي بالداخل العراقي. سيد خالد، يعني جاكبسون قالت أن أي تحول مستقبلي في دور القوات والجيش الأمريكي في العراق لابد أن يأخذ بعين الاعتبار بداية وفي المقام الأول التهديد المتزايد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي، بما يشي ذلك برأيك أيضا فيما يتعلق بمستقبل القوات الأجنبية في العراق؟ يعني أول شيء أمريكا ما زالت تقول بأن داعش ما زال خطرا على العراق وسوريا. العراق يقول بأن ما يحدث في داخل سوريا بالنسبة لداعش يختلف عن الحالة العراقية. اليوم هنالك
تحسن أمني مشهود، هنالك انتشار لقطاعات من العسكرية، هنالك استلام الملف المحلي من قبل وزارة الداخلية بالنسبة للجانب الأمني، وانتشار لقطاعات الجيش لمسك الحدود، هنالك ترتيبات أمنية مع إيران، هنالك تمتين الحدود مع سوريا أكثر من 600 كيلومتر. كل المعطيات تتحدث من العراق عندما دعا الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت جولات التفاوض حول خروج وانسحاب مرحلي وتدريجي للتحالف الدولي الذي كان شكل في ذلك الوقت في سبتمبر من عام 2018 لمساعدة العراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي. لحد الآن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجمع الساحة السورية والساحة العراقية، لكن اليوم المفاوض العراقي على المستوى الأمني وعلى المستوى أيضا السياسي أعطى رسائل واضحة في التعاطي والتعامل مع هذا المسار، وبالتأكيد هنا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحافظ على مسألة وجودها العسكري سواء كان في سوريا أو في العراق، وهذا ما يرفضه العراق حول وجود أي قطاعات أو قوات أجنبية سواء كانت أمريكية أم غير أمريكية. وهذا الأمر أنا أتوقع وضح بشكل حقيقي على مستوى السلطة التشريعية وعلى مستوى السلطة التنفيذية. نعم، وأن يأتي تزامنا مع كل ذلك أن تأتي إشادة من وزير الخارجية الإيراني بالإنابة بوعي المسؤولين الكبار كما وصفهم في إيران والعراق وخاصة كردستان لمواجهة الأعداء الذين لا يريدون الخير للمنطقة كما قال، كيف يمكن أن نفهم هذه الرسالة خاصة أنها جاءت من أربيل دكتور خالد؟ يعني أول شيء هنالك اليوم ترتيبات داخلية عراقية سواء كان بين الإقليم وبين المركز في الكثير من الملفات، خصوصا في إطار الاتفاقية الأمنية التي أيضا كان لها دور كبير جدا، وقعت في مارس 2013 ودخلت للحيز في نهاية سبتمبر من نفس العام مع إيران، وهذه الترتيبات الأمنية هي لتأمين الحدود، وتم الحديث عن مسك أو تشكيل لواء مشترك ما بين قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة في إطار هذا الأمر. نفس المعادلة اليوم نتحدث عن المناطق المتنازع عليها والخلل الأمني الذي يحدث بين الحين والآخر وخلايا تنظيم داعش التي تنشط في إطار هذا الأمر. تم أيضا عقد اتفاق أمني بشكل حقيقي يمكن من خلال نتحدث عن انتشار لقطاعات عسكرية وتشكيل أيضا ألوية التي يمكن من خلال نتحدث عن ترتيبات أمنية في إطار هذا المعنى. أنا أتوقع زيارة رئيس إقليم كردستان السيد نجيفان بارزاني إلى طهران والعقد أيضا بالكثير من الاتفاقيات أيضا جعل من هذا الأمر هو الذي يتعلق على المسار الذي يمكن من خلاله يتوافق بين نظرة بغداد وبين نظرة أربيل فيما يتعلق بمعادلة الأمن، التي أيضا أربيل دفعت الكثير من عملية الاستهداف لأكثر من مرة لقاعدة الحرير في داخل أربيل بطائرات مسيرة أو صواريخ، أو عملية الاستهداف آخرها بالصواريخ البالستية من قبل إيران، والتي ادعت إيران في ذلك الوقت بأن هنالك خلية إسرائيلية موجودة في داخل أحد البيوت التي يسكنها أحد المستثمرين الكرد. أنا أتوقع هذا المعطى هو الذي حرك أربيل، لأن هنالك نتحدث عن الاستقرار الأمني والسياسي والجذب الاستثمارات، ونتحدث أيضا عن تفاهمات جديدة بين بغداد وبين أربيل فيما يتعلق بعملية استئناف النفط. فإذا المصلحة هنا نتحدث عن أن المصلحة جمعت أربيل وبغداد إلى أن تتحدث عن سياسات عقلانية وحكيمة في التعاطي والتعامل مع أي ملفات خارجية يمكن من خلال أن تكون انعكاسات وارتداداتها على مصلحة العراق بشكل واسع أو على بغداد أو على أربيل. نشكرك جزيل الشكر أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد عبد الإله.